السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعين، يا رب كلكم تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم جميعا. ان شاء الله هعمل معاكم الكبدة النهاردة، طريقة سهلة جدا وجميلة وتحفة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. معايا كده كبدة بصراحة تحفة قوي قوي وطعمها جميل، ولا كبدة الفلاح، انتوا عارفين الفلاح بتاع اسكندرية، ولا كبدة الفلاح طعمها رائع وجميل وحلو قوي. هنبدأ مع بعض كده. معايا نص كيلو كبدة زي ما انت شايفة مقطعاها حلوة، معايا طاسة، معايا بص الكبدة اهي، اكيد طبعا عصرين عليها ليمون وسايبينها تتبل ايه بفص توم كده، بسيبها شوية بتاع ساعة ساعتين كده قبل ما اعملها. معايا معلقة سمنة بلدي زي ما انت شايفة كده، بحط معلقة السمنة، هسيبها تتقدح جامد عشان اخلي الكبدة تاخد صدمة عشان ما تنزلش اي حاجة من العصارة بتاعتها، تستفيدي بيها كلها. الكبدة ما بتتغسلش، بتتعصر عليها ليمون بتبقى زي الفل وبتمنع الزفارة. بصي معايا بقى شوية توم حلوين كده، هنزل التوم على السمنة البلدي كده واشوح التوم لما يصفر لونه مش يحمر عشان ما يمررش معاكي. هنصفر التوم بس، هنقلبه كده لغايه ما ايه، بصي هنصفر التوم شويه، دقيقتين كده. اول ما يصفر معانا شويه كده هنزل بقى بالكبده اديها صدمه على طول عشان ما تنزلش سوائل خالص، بتاخد يا دوبك تشويحتين تلاتة وتبقى معاكي حلوة الكبدة. كل ما تقعد كل ما تشد معاكي وتجمد وما تبقاش مستوية خالص وتجلد معاكي وتبقى وحشة. هي الكبدة بتبقى عايزة تقلبتين يا دوبك كده في فصين التوم دول، واوعي بقى حاجة كده من الاخر. بص انا مقطعاها قطع كبيرة شوية عشان تعرفي الطعم كده يبقى حلو وبقك كده يبقى باين في بقك. بصي يا انا مقطعاها حتت مربعه حلوه كده، بشوحها بقى في التومه. التومه طبعا ما اصفرت بس وخدت الصدمه، بصي اول ما خدت الصدمه ما تنزلش بقى سوائل منها خالص. اشوحها بس تشوحتين. معايا بقى قرنين فلفل حامي وقرنين فلفل اخضر، طبعا انا ايه الحته دي اتحذفت مني بس انا بحطهم عليهم، احطهم بعد ما شوحت الكبده كده، بحط عليها الفلفل بقى ايه اللي معايا، بروح ايه ضايفاه عليه. وبعدين معايا ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود، ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود، وهايه واتبلها بقى التوابل بتاعتها عشان هي كده تعتبر معايا. شوفي التشويحتين مع التوم دي، حطيت الفلفل الالوان اهو معايا والفلفل الحامي، وفي اخر حاجه بعد ما اشوحهم معاها بعصر الليمون. اخر حاجه بعصر ليمونه، الليمونه دي بتخلي الحديد اللي في الكبده جسمنا يمتصه، الليمون بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم، مفيد جدا وبيديها طعم مزازه كده، بتاكليها روعه حلوه جدا. بألف هنا والشفا. ما تنسونيش مطبخ خالد الشريف، ما تنسونيش في اللايكات، وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. نعصر الليمونة عليها ودوقي احلى كبدة بقى. هي تشوحتين، الكبدة مش عايزة سوى كتير، سوى كتير مش كويس بيخليها تشد معاكي اكتر. احلى كبدة هتاكليها ان شاء الله بتاعت المحلات الشهيرة والمطاعم الشهيرة، يعني المطاعم الشهيرة بتعمل الكبدة الجميلة دي، فصين الثوم وشو